اسعد الله مساكم متابعي منبر قبيله السول، حياكم الله. اليوم حنا متواجدين في مدينه الرياض، بالتحديد في قاعه نواره، وذلك لتغطيه حفل زواج الشاب اثنيس بن هدمول بن سعود، والذي نقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في خير. ترقبوا التغطيه. يتواجد بجانبي الان والد العريس هدمول بن سعود. مساك الله بالخير ابو سعود. مساك الله بالنور، يا مرحبا ومسهلا. الله يبجيك يطول عمرك. في البدايه مبارك لك زواج الولد، عسى الله يوفقه ويبني بيته. مش حاب تقول بهذه المناسبة طال عمرك؟ نقول بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، ونحيي بضيوفنا اللي لفونا من بعيد ومن قريب. بكم يا منبر السفول، يا مرحبا اللهم وسهلا، وسعة المبارك اللي جمعت اللوحة الغالية مثلك وشرواكم. يا مرحبا اللهم وسهلا. يتواجد بجانبي الان عم العريس الدكتور راشد بن سعود. مساك الله بالخير ابو سعود. يا مسا النور، يا هلا ومرحبا، حياك الله. الله يبقيك يطول عمرك. في البدايه مبارك لكم زواج الولد، عسى الله يوفقه. وش حاب تقول بهذه المناسبه؟ الله يبارك فيك، نقول بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. نشكر الحضور على حضور الحفل، ونتقدم لكم بالشكر الجزيل على تغطيات الحفل. يعني منبر السهول، يعني ما شاء الله تغطياتكم للحفل دائما مستمره، وهذا هو المأمول فيكم المتوقع. بارك الله فيكم. تواجد بجانبي الان الرائد الويحق بن فنيس. مساك الله بالخير ابو فنيس. مساك الله بالنور يا ابو مطلق، يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك يطول عمرك، وش حاب تقول بهذه المناسبه؟ اقول الله يوفقه ويبني بيته وحياه زوجيه سعيده. ونشكر منبر قبيله السهول على ما يقدمونه من دعم للقبيله وما يقومون به، مشكورين والله يا ابو مطلق، الله يوفقكم. شكرا. يتواجد بجانبي الان عم العريس بداح بن سعود. مساك الله بالخير ابو سعود. يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك يطول عمرك. في البدايه مبارك لكم زواج الولد، عسى الله يوفقه ويبني بيته. وش تقول بهذه المناسبه طبعا؟ الله يبارك فيه. وهنيس ابن هدمون، الله يبارك فيه، الف مبروك عرسه. يتواجد بجانبي الان المهندس سعد بن خزيم بن صغير. مساك الله بالخير ابو وليد. مساك الله بالنور والسرور، الله يحييكم يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويبقيك. في البدايه طال عمرك نشكر لك تواجدك عبر منبر قبيله السهول، ونشكر لك فعلك وكلام الناس وذكرهم الطيب عنك. مش حاب تقول بهذه المناسبة طال عمرك الليلة؟ الله يطول عمرك، احنا نجي من بعدكم، الله يطول عمرك. والحقيقة انا سعيد بحضور هذه المناسبة الكريمة، مناسبة زواج الاخ فنيس. وانتم طبعا يا منبر قبيلة السهول منبر نتشرف جميعا به، رفعت رؤوسنا وجملتونا، الله يجمل حالكم، ونقله نوعية للإعلام، وعسى الله يعطيكم العافية. نبارك للأخ فنيس، ونسأل الله له التوفيق والسداد، وأن الله يوفقه إن شاء الله ويبني بيته. شاكر مقدر لكم جهودكم، أنت وأخوك سعد، الله يطول عمركم. مرحبا ومسهلا، أسعد الله مساكم ومسا متابعين منبر قبيلة السهول بكل خير، والله يحييكم تحايا المطر، أرحبوا ثم مرحبوا ثم مرحبوا، مرحبا ومسهلا من ممشاكم الملفاكم، الله يحييكم. أحب أبارك الفارس هذه الليلة، وأقول له كما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. الله يوفقك يا ابن بيتك يا عين أخوك. وفي الحقيقة منبر قبيلة السهول شهادتي فيه مجروحة، تشكرون على جهودكم، الله يبيض وجيهكم بياض الشحم، الله يوفقنا وإياكم. يتواجد بجانبي الآن الشيخ شنار بن محمد بن فضل رئيس مركز الرويغب. مساك الله بالخير أبو محمد. يا مرحبا، مساك الله بالخير والعافية. الله يبقيك يطول عمرك، وش تقول بهذه المناسبة طال عمرك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخني أخوي هدمول بن سعود على زواج ابنه، الله يوفقه ويرزقه الذرية الصالحة ويوفقهم ويستاهل أبو سعود هالحضور. والله لا يهينكم يا منبر السهول، خصوصا أنت أبو مطلق أبو محمد، وما قصرت أنت وأخوك، والله بيض وجيهكم. يتواجد بجانبي الآن الشيخ محمد بن ريحان الدانوب. مساك الله بالخير أبو مشعل. الله يمسيك بالخير أبو مطلق، يا مرحبا ومسهلا. الله يبقيك يطول عمرك، وش حاب تقول بهذه المناسبة طال عمرك؟ الله يبارك لاخوي هدمول بن سعود على زواج ابنه فنيس، واتمنى له التوفيق، والله يبني بيته، واحث الشباب كلهم على الاقبال على الزواج. ترى الزواج طيب. وسلامتكم طال عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. اسال الله له التوفيق، فنيس بن هدمول مرحبا ومسهلا بالحضور الكريم، والله لا يهينكم يا منبر السهول. دايم مشرفينا في المحافل، الله لا يهينكم. حاب ابارك الخالي فنيس بن هدمول المنجلي
رحب بضيوفنا بالبعيد والقريب. طيب الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور من شيوخ وأعيان وضيوف، نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم على حضوركم وتشريفكم حفلنا هذه الليلة، حفلنا الكريم. مساكم الله بالخير، حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً في ضيافة هدمول بن سعود بن بداح، وذلك بمناسبة زواج ابنه فنيس، والذي نقول له كما قال رسولنا الكريم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. سائلين الله العلي القدير أن يبارك له هذا الزواج، وأن يرزقه الذرية الصالحة، وأن يوفقه الكريم. خير بداية لحفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها لكم محمد بن خزيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا فانصرنا. جزاك الله خير. والآن كلمة راعي الحفل هدمول بن سعود بن بداح. عليكم مساكم الله بالخير، ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا، يا مرحبا ومسهلا بالتليفون من بعيد ومن قريب، يا مرحبا ومسهلا. يبقيك ويطول عمرك ويبيض وجهك. والآن كلمة توعوية يلقيها عليكم الشيخ علي بن حمود بن صنداح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن هذا الحديث الشريف العظيم أحب أن أنبه على بعض الأمور، بعض الأخطاء وبعض المحرمات التي استهان بها كثير من الناس. أولها سماع الموسيقى، ولا يخفاكم أن سماع الطرب من اللهو واللهو قد حرمه الله عز وجل، ولا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان، أو غناء عند نعمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمنكر الثاني منكر الإسبال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل: من يا رسول الله؟ قال: المنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان والمسبل. ومن المنكرات أيضا التي يجب الحذر منها، بل وهي قد انتشرت، الكذب ونشر الكذب. في هذه الجوالات يتناقل الناس أخبار كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر حديث الرجل الذي يعذب في قبره قال: ذلك الرجل الذي يكذب الكذبة في أطراف الدنيا، فليحذر العبد على نفسه، فليحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهتم الرجل بخاصة نفسه، وليراعي قلبه أمام الله عز وجل. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد. جزاك الله خير يا أبو سعود، وبيض الله وجهك. والآن مع فقرة الشعر بوجود عدد من الشعراء، نبدأها بقصيدة ترحيبية للشاعر فنيس بن بداح بن هدمول. مرحبا مدد بلا عدد. يقول: مرحبا ترحيل تضرب الراس العريب، عد ما لاحظ بروق السما بمزانها، ارحب في حفل ربعي اندلت الغريب، لا تفرح يا قبل ضيفانها، لا تنادي العزيز ينطوع الحريم من سهول بالمواقف تعلى شان. مرحبا عند المنجل ومن صدر الرحيف، في المراجل لابتي راجح ميزانها، مرحبا بضيوفنا من قريب من بعيد ومن قريب، الوفاء منزالها والكرم عنوانها، وارحبوا يا نسل القحطان والجد العريب، يا بني عاطف هل المجد ذخر اخوان، عدت الاصايل هل الرمح العطيب، يا منزحت العادي ذرا جيرانها، الفعول مثبته والمراجل ما تغيب، عرجال يحتمي فعلها ميدان.
بس لو من اللي حوت كل فخر وكل طيب من على التاريخ ثابت باسم جدانها. والله ان المدح والله ان المدح يزهى مخلص الطليب لو ما تحصيها القصايد ولا قيفانها. وبعدها يا فنيس مبروك ويطيب النصيب يا معرب خال الابناء على عمانها. قالها اللي عن ربوعه ينيب ويستنيب يوم عربت النسب بين سبع وبين ذيب يا عسى الافراح ما تنتفي ضيانها. قالها اللي عن ربوعه ينيب ويستنيب ويحذف المنوه الى من نوى سرحانها. والله ان القاف في مدحكم عي يشيب خص لجا في رجال مطوال ايمانها. كان جاء بقصور والله لا يجيب وكل حجه واضحه للعرب برهانها. والختم صلوا والختم صلاة ربي على وجه الحبيب عند ما لاحت فوق السماء رمزان. آنك وبيض الله وجهك. والآن حفلنا الكريم نستمع إلى قصيدة للشاعر خالد بن سعود بن روق السبيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. نبارك لفنيس وإن شاء الله مبروك الله يبني بيته والمشاركة. باسم حي كل خلقه باسم حي كل خلقه يطلبونه العظيم المقتد الرب البرايا عالم الغيبات ما ترقد عيونه من قدر فوق الجبل عمي الحيايا. وبعد ذكره سوى البيت وفنونه خزنة المخزون ما ظني تنايا في مقام اللي عسى ما تفقدونه طيب السيرة محمود النوايا. أرجح عن كل رجال يقدرونه لدعوته لبيت وجا غيري سرايا مكرم الضيفان يا ربي تعونه اسمعوا ما قال ترحيب وتحايا. الوعين كل ربعه يمدحونه طمعة أبو سعود في رواده اللي ينتبونه طيبين الذات ورجال الحمايا السهول اللي هدفهم يصلونه فعلهم مشهود من بين النحايا. ناس اللي نسبهم يعرفونه ناس بالأحطان ما فينا المزايا أولاد عاطف الراس وميتونه دون أقول قصور في بقى الدهايا. مبارك ابن حجاب قل الله رجلونه معتني والمعتني عكس الخضايا. بارك الله لجميع بكل مونة وفقك يا فليس معزين الحلايا وفقك الستر وبيت تبتنونه مع بني عمك بعدين المدايا. يا سمي فرز الوغى ما يا سمي فرز الوغى ما هو يا سمي فرز الوغى مالك ما هونا جدك الممدوح ستر للصبايا جدك اللي كلهم ما يجهلونه فالشرايع دايم يصحونه ملايا. ابو مقبل اهل مكه يشكرونه فليس حمايا ونايا. واذكر الله عد ما تنطر مزونه وعد ربت الوسم ما بين الشقايا. سلام صح لسانك وبيض الله وجهك. والان مع قصيده اخرى للشاعر عبد الله بن راشد بن الويحك. رحمه الله وبركاته. يقول ابتدي بالله رب العالمين ربي اللي ما عبدت احد سواه واطلبه رحمته لا حان اليقين وجعل خاتمتي بصومنا وبصلاه. ويا عسى داري ودار المؤمنين جنة الفردوس ونفوزه برضاه ومن بعدها يا وجيه الطيبين يتمثل منين ومثني نباه وبالنيابة عن عشير الغانمين. مرحبا ترحيب عالية مستواه مرحبا ترحيب يلفت كل عين مرحبا ترحيب نون هلا ما مرحبا باللي مواقفهم تبين مرحبا والله بصبيانة العصاه مرحبا والله على بن وسمين بار الرحمن المطانيخة الغلاه انسبان اللي على مر السنين وفعلهم مشهود من بين الرواه. لاد بن عاطف يوم ان الوقت شين ما لحقهم في المواقيفة اشتباه بادعين السلم يوم الأولين سنه حقيب ومشابهه من وراه جور العاصم سنه معه الشهرين جمله ربهم ايقافه حماه ومنهم مناحي رعى الفعل الثمين مع بني دراج ما يلحق
جزاه من رجال فالملاقى صاملين الجحادر من نطعهم وعناه ربع بن هادي عذاب الطامعين حاكم نجد يلين الله خذاه ولا حكم نجد يكود بحاجتين بالشجاعة والسطى اللي في قداه من بعدهم مرحبة ترحيبتين بالضيوف اللي لهم قدرنا وجاه مرحبا بالمنجل الحصن الحصين مرحبا ترحيب يزلزل صداه مرحبا ترحيب بالنادرين يا ابني عمي مطوعته العصاه انتم اللي تكعمون المعتدين ومن اخاكم ما يضحك مدحكم يجب علي في كل حين وانتم اكبر من مديحية يدها قلتها وانا عريب المنسبين وارث النماس من كله اتجاه من وعيل اللي لنا الطاغيلين ومن يجابهنا في ربي ما هداه جدي الويحك عدو العائلين وموقفه حتى الصيفية عائلين وموقفه حتى الصيفية ما نساه عند دامغ والنشام شاهدين واقف دون الحفر ضده الغزاه وقبل اختم وقبل اختم ما بقلنا كلمتين وفق الله من حضرنا من غلاه كاسبين فليس والمكسب ثمين وهو كسبكم يوم منسبكم شراه ويا صلاة الله على أزكى المرسلين النبي الهاشمي يجي عليه فداه صح لسانك وبيض له وجهك. والآن مع تكريم خاص من راعي الحفل للمشاركين في حفلنا هذا نطلب الشيخ شنار بن محمد بن فضل والشيخ محمد بن ريحان الدنوب علي بن حمود بن صنداح الآن الشاعر خالد بن سعود بن روق السبيعي نيس بن مداح بن هدمول الشاعر عبد الله بن راشد بن الويحق الإعلامي محمد بن خزيم الشيخ شنار بن محمد بن فضل الشيخ محمد بن ريحان الدانوب إعلامي منبر قبيلة السهول محمد بن مطلق بن جعد الله يبيض وجهه ويجمل حياتكم بإذن الله في مناسبات قادمة وأنتم بخير وعافية.